اهلا بحضراتكم مره تانية. برحب بضيفي النهارده في المحترف الناقد والصحفي المتميز محمد البرمي عشان نتكلم معاه في ملفاتنا النهارده وقضايا النهارده في المحترف. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، برحب بحضرتك وسعيد ان انا موجود مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. دايما وانت موجود معانا. انا اسعد اكيد يعني، وليا الشرف ان انا موجود مع حضرتك وفي قناه الاهلي. برحب كل الساده المشاهدين. منورنا وانت اهلاوي نار انا عارف. محمد خلينا نبدا بالاحداث الاخيره على المستوى المحلي والمؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لكره القدم وقرارات تخص الكره المصريه بشكل كبير جدا. هناخد منها وناقش معاك اقاله الكابتن ايهاب جلال بعد يمكن دي اسرع اقاله على مستوى منتخب مصر. هل كابتن ايهاب جلال اتظلم؟ هل كابتن ايهاب كان ممكن ياخد فرصة أكبر؟ هل كانت الأجواء تساعده لتقديم كرة أفضل؟ هل شايف في الملف ده إزاي؟ ملف المدرب المصري وخاصة يعني الكابتن إيهاب جلال. يعني قبل ما نتكلم على المدرب المصري، أنا حابة أتكلم أكتر على المنظومة اللي بتختار المدرب في مصر، لأن ده الأساس اللي هيشتغل عليه المدرب. أنت لو اخترت الكابتن إيهاب جلال بناء على قناعة حقيقية وقعدت مع بعض وشفت أفكاره، ما ينفعش تقوله بعد اسبوعين. بس انت المعنى ان انت ما كنتش حتى دارس القرار اللي انت اخدته النهارده، وده بيرجعنا كمان ان حتى القرارات اللي صدرت النهارده هي قرارات غير مدروسه او قرارات فيها مشاكل برضه. لان انت في المره الاولى لما اخترت ايهاب جلال ما كانش اختيار بناء على كوره او بناء على انه عنده مشروع يقدر يقدمه، انت اخترته لان انت جبت المحاسب فما لقيتش فيه دولارات فجبت مدرب مصري. النهارده انت هتجيب جهازين كاملين للمنتخب الاول والاولمبي اجانب، وهتجيب حد لتطوير التحكيم اجنبي، وهتجيب مدير فني للاتحاد اجنبي. فهل انت صحيت الصبح لقيته تحت الاتحاد كنز مثلا؟ فهي هنا معناه ان انت ما زلت برضه بتتكلم كلام غير واقعي. يعني خلينا برضه نتكلم بشكل مباشر، يعني القرارات اللي طلعت معظمها كانت مطالب الناس. يعني على مستوى التحكيم مثلا كان في مطالبه ان يجي تحكيم على مستوى اجنبي يبقى عنده قاعده ونبدا نطور التحكيم. على مستوى مدرب المنتخب المصري للفريق يعني منتخب مصر كان كل الطلبات بتقول حتى دلوقتي في الوقت دوت لا يصلح الا مدير فني اجنبي حتى على مستوى اتحاد الكره. انت شايف الخطا فين؟ يعني انت شايف، خلينا نتكلم الخطا فين؟ هل ممكن عندنا الوقت ان احنا نصلح؟ عندنا نماذج كتير على مستوى العالم بدات يمكن بتخطيط علمي سليم. السؤال الاهم، هل دلوقتي القرارات بناء على الضغط من السوشيال ميديا، هل السوشيال ميديا هي اللي بتدير المنظومه؟ ما اتكلمش على الكره بس، على مستويات كتير. وحلها ايه برضه يا محمد؟ لان الامور بقت صعبه جدا. يعني مظبوط، يعني ده اللي انا اقصده بالظبط. انا مش قصدي ان قرارات سيئه، قرارات احنا الجميع تقريبا كان بيطالب بيها، لكن القصد ان انت خرجت آلية بيها بقى التنفيذ آلية التنفيذ وبعد اسبوعين تحديدا من 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 رفضك ليها. فهي هنا المشكله. طيب احنا حاطين القرارات ازاي هنقدر ننفذها؟ ازاي نقدر نشتغل عليها؟ لان المنتخب الاول هو اخر واجهه للكره في مصر بشكل عام. احنا بنتكلم ان احنا عندنا مشاكل تانية ابتداء من المدربين. احنا حتى لما جينا نختار مدير فني مصري، مع كل الاحترام للاسماء اللي موجوده على الساحه، الاختيارات كانت قليله جدا. بنتكلم في مدرب او اتنين، والمدرب اللي تم اختياره اسبوعين اتنين ومشي. فبالتالي احنا عايزين نطور الكره المصريه بشكل عام، مش عايزين نعالج مشاكل المنتخب الاول ونقف هنا. بالتالي المدير الفني الجاي ده ما هي صلاحياته؟ هيشتغل على ايه؟ هل ايه هي المعايير اللي ممكن يختار بيها مدربين قطاعات الناشئين؟ لان اوقات بيكون اختيار مدربين الناشئين في الانديه وفي منتخب مصر تكريميه، يعني اللاعب الفلان معتزل فنمسكه المنتخب.